السيسي يزور الإمارات لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية المشتركة. للمرة الأولى مصر تصنع المدرعة فهد وأجزاء من الطائرة جازل. القوى العاملة تعلن توافر 730 فرصة عمل بإحدى دول الخليج. جنح الهرم تقضي بحبس الفنان أبو الليف سنتين وكفالة 5000 جنيه بتهمة القتل الخطأ. الريال يواجه أتلتيكو في ديربي المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. يوم صلاتنا احنا الاتنين، جمعة وحد قاموا قاتلين، حنا واخوه أحمد في كمين، وأنا فرقوا بين ملا ودين. قالوا علينا إننا كفار، واللي بيقتلوا دول شطار، الفجرين داخلين الجنة وعارفين مين داخلين النار.